واحدة من زمان ده فاضل إن شاء الله هو شفتوا جامدين. أولا سلام ونعمة جميع النهاردة عندنا اللي هو السبت الأول من الشهر parenting meeting. First of all we want to welcome all of you to join us. إحنا last year last month we had Abuna Mina spoke about the rules and the for LGBTQ and the what role of the parents. For Dr. Yusri النهاردة he will talk about إن هو حاجات خاصة للبيرنت بالذات during الديفيكالت تايم دلوقتي. نمبر 1 برحب انا بالنيابه عن اباء الكنيسه ابونا مرقس وابونا روتيوس وابونا كولوس وابونا مينا وضعفي. نرحب معانا الدكتور يسري. طبعا كلكم تعرفوا الدكتور يسري من هو الدكتور استاذ سايكولوجيست وفي نفس الوقت جانا كنا متعودين كل سنه يجي لنا الكنيسه اللي كان بيأرنج كده ربنا يخليه الباشمهندس عصام من خدام الكنيسه عندنا وبنصلي كلنا لعصام نقول يا رب كده اديله الشفاء الكامل يا رب ويرجع كنيسته ويرجع بيته لان انا عارف عصام كان ليه معزه خاصه جدا عند الدكتور يسري وكان بيعتبره زي اب ليه واللي هو المنتور بتاعه فاحنا بنصلي كده لعصام. فبركه كبيره ان احنا معانا الدكتور يسري النهارده وحقيقه فعلا بنرحب بيك بالنيابه عن الميتنج برضه البارنتنج ميتنج بنرحب بحضرتك معانا وبركه كبيره يا دكتور ونتمنى يمكن بركات كورونا ان احنا قربنا البعيد وخلينا كده قريبين لبعض. نتمنى بقى ايه ناخد كده ميعاد ثابت كده تجينا على زوم كان دايما ناخد بركتك يعني. ربنا يبارك فيك ويبارك في خدمتك. ومعانا دلوقتي حالا الدكتور يسري ارمنيوس. اتفضل يا دكتور يسري. شكرا يا ابي. ابي اشكر واتس ابونا مارك وكل ابائي وكل الخدام في الكنيسه الحلوه اللي انا بفتقدها جدا وعايش انا فعلا عايش ببركه صلوات ابائي وبركه صلواتكم كلكم. وموضوع النهارده بنعمه ربنا موضوع محتاج لصلاه كتير بالذات عشان ربنا يرشدنا ويكون هو المتكلم. احنا بالنهارده بنتكلم على موضوع خطير وهو parenting in difficult times. يعني احنا في ايام صعبه ودلوقتي انا عايز ابتدي بس تشير سكرين معاكم عشان اشغل الباوربوينت بس أرجو إن الأخ المسؤول يسمح لي to share screen please لو سمعني أخ مينا أفتكر أخ مينا we are working on that okay. Oh, okay. Okay, let me see. Bear with us. I have to do something here. Make you. Okay, take your time. Do you see some share screen now, Dr. Yusri? Can you share now? Oh, it's working now, yes. Thank you. Okay. Thank you. Excellent. زي ما انتم شايفين كده parenting in difficult times. أنا عايز أبتدي بشوية آيات كده نقراها على موضوع difficult times اللي هي الأيام الصعبة الأخيرة. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس أصحاح 3 عدد 1-5. افتكروا العدد دي تقروها كده على مهلكم وتشوفوا إزاي معلمنا بولس الرسول بيوصف حال أولادنا وبناتنا والزمن اللي هم عايشين فيه والخطية اللي هي متسلطة على الناس. اذكر أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أوقات صعبة إذ سيكون الناس أنانيين جشعين متبجحين متكبرين مجدفين على الله غير طائعين لوالديهم غير شاكرين نجسين خاليين من المحبة غير متسامحين مفترين غير ضابطين لأنفسهم. ولو تاخدوا بالكم أنا حطيت تحت خط تحت الكلمات اللي فعلا بتنطبق على العصر اللي احنا فيه. متوحشين معادين لكل ما هو صالح غادرين متهورين منتفخين بالكبرياء يفضلون اللذة على الله.
لهم صورة التقوى رافضين أن تعمل قوتها الحقيقية في حياتهم. يعني ممكن يكونوا واخدين شكل التدين وهم غير متدينين حقيقة. فأبعد عن هؤلاء. الآيات دي أنا كتبتها بالعربي عشان تبقى متاحة للي بيقروا عربي، وبرضو مكتوبة تاني بالإنجليزي، هي نفس الآيات. وبالمناسبة الباوربوينت النهاردة، السلايدز اللي قدامكم هتكون مكتوبة بالإنجليزي بس هنشرح بالعربي عشان يمكن بيكون ده أسهل، وأعتقد كلكم بتعرفوا إنجليزي وتعرفوا تقروا إنجليزي، مفيش مشكلة بس هنترجم. عايز أتكلم في الأول، أول حاجة عايز أتكلم عليه، إزاي ولادنا وبناتنا النهاردة متلخبطين غلابة جدا. إحنا في جيل أولادنا شايفين كل حاجة غير اللي إحنا شفناها من 20 و30 و50 و100 سنة، مختلفة تماما. الشيطان أول حاجة، الشيطان عايز يهد كيس، عشان لازم نعرف اللعبة اللي إحنا بنلعبها النهاردة. الشيطان عايز يهد كنيسة المسيح على الأرض، عايز يقضي عليها. ده حرب الشيطان ضد المسيح، كلها موجهة ناحية الكنيسة، انقسامات وفساد للعقل وفساد للطبيعة البشرية ورجوع إلى الخطية والنجاسة اللي المسيح جه عشان يطهرنا منها. فيبتدي يحارب الكنيسة إزاي أحبائي؟ يبتدي يحارب الكنيسة في الأسرة، لأن الأسرة هي المؤسسة السماوية اللي ربنا أسسها على الأرض، وقال لنا أن كل بيت فينا هو كنيسة، كل بيت. والكنيسة دي تبدأ في البيت، تبدأ أو الأسرة تبدأ بالزواج، والزواج يبدأ بالحب بين الرجل والمرأة، ذكر وأنثى. والحب ده يقود الاثنين إلى الزواج ويجيبوا عيال بعد كده ويكونوا أسرة. الشيطان النهاردة بيحول الحب الطبيعي اللي بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، إلى عملية شهوانية خالية من الحب، خالية من الحب. وعيالنا النهاردة عشان سنهم صغير بيتأثروا جدا بالحاجات دي زي ما هنشوف. وبالتالي استمرار الحياة في الشهوة بيقود الإنسان إلى حالة اسمها perversion، يعني إلى حاجة، حب ملتوي، التواء في صورة الحب، بتدي الإنسان إنه هو بيحب لكن في الواقع إن ده مش حب، في الواقع دي كلها عملية شهوانية خالية من الحب. وكثير قوي من السلوكيات دي، ودي الحاجة الأساسية اللي هركز عليها كلامي معاكم النهاردة، فالله يخليكم ركزوا معايا قوي قوي قوي، إنه التصرفات كتيرة وأخطاء كتيرة ومشاكل كتيرة ولادنا بيقعوا فيها بسبب إنهم بيتعرضوا لحاجة اسمها إصابات، تروما. البرفيرجنز دي والانحرافات اللي بتشوفوها دي كتير منها بيكون سببها تعرض أولادنا وبناتنا لأنواع من الإصابات بتخليهم مش عارفين إيه الصح وإيه الغلط، تخليهم confused، تخليهم متلخبطين. فتعالوا أول حاجة هنشوف إيه دلوقتي، هنشوف التروبة دي. الناس اللي هم اللي كان أبونا، على فكرة بالمناسبة الله يخليكم بفتكروا التوصية دي، الكلمة اللي قالها أبونا مينا من شهر، بتاعت شهر مارس اللي فات، كلمة خطيرة جدا، وأنا سمعتها كلها من أولها لآخرة وعجبتني جدا، وأرجو من كل قلبي أن أنتوا تسمعوها باستمرار، كل شوية ترجعوها وتسمعوها، لأن فيها كمية معلومات هامة جدا لكل أب ولكل أم، موجودة على المواقع، موقع بتاع الكنيسة بتاعكم ضروري. ارجعوا لها واسمعوا كل الكلام وحاولوا تفهموه، وخصوصا بعد ما نسمع للحديث بتاعنا النهاردة هتفهموا حاجات أكتر كمان. أبونا قال لنا الـ LGBTQ+ دول حروف النهاردة بنشوف ولادنا بيتفرجوا عليها، بيسمعوها، بيقروا عنها، إحنا بنشوفها في الأخبار كتير جداً.
الهيئة السياسية الكبيرة اللي تكونت جوه مش بس أمريكا، في العالم كله، بالذات في العالم الغربي، العالم الحر، العالم اللي احنا مفروض يكون العالم المسيحي. الجماعة دي أقلية، لكن حطت نفسها ضمن الأقليات، زي ما سمعنا أبونا المرة فات بيقول حطت نفسها ضمن الأقليات المظلومة، وبالتالي حطت نفسها جنب مثلا جماعة الملونين في أمريكا، جماعة أو الأقليات مثلا النسائية، حاجات بالشكل ده. لكن في الواقع هم المشكلة بتاعتهم مشكلة إن هم كلهم اتعرضوا لإصابات في الطفولة. هم بينكروا الموضوع ده، هم بيقولوا احنا ربنا خلقنا كده، لكن ما فيش حد ربنا خلقه كده. احنا ثبت، انا في المهنة بتاعتي دي بقالي عشرات السنين، وتعاملت مع ناس كتير جدا في يخضعوا تحت الثلاث اربع حروف ولا الخمس ست حروف دول اللي احنا شايفينهم، الليسبيانز اللي هم الشواذ الجنسية من الفيميلز اللي هم النساء او البنات، الجيز الجي الولاد، التي ترانس جندر اللي هم بيغيروا الجنس بتاعهم، البيل بايسيكشوال اللي هم يمارسوا الجنس مع اي حد مع نفس الجنس او الجنس المختلف، والكيو اللي هو كويري اللي هم لسه مش عارفين هم مين، وهنتكلم على الكيو دي كمان شويه كده بالتفصيل. فالتروما دي سبب هاي الاصابات دي. عندنا اربع اسباب رئيسيه للإصابات النفسية اللي بتقود الإنسان إنه يبقى متلخبط في الجنس بتاعه. المفروض إن الإنسان ما بيتلخبطش، زي ما احنا سمعنا من أبونا مينا الأسبوع اللي فات، وانس ولادنا وبناتنا يوصلوا سن 12 سنة ويخشوا في مرحلة المراهقة، معناها إن هم يبتدوا يتعرفوا أكتر على الجنس بتاعهم. هم عارفين الجنس بتاعهم من كلام بابا وماما، الطريقة اللي بيلبسوا بيها وبيصرحوا شعرهم وكل الحاجات دي اللي بتميز الولد من البنت، لكن هم مش بيبقوا لسه واضحة قدامهم فكرة الفرق بين الولد والبنت لغاية ما يخشوا في سن البلوغ، سن المراهقة. لكن الإصابة الأولى، الإصابة أو نوع الإصابة الأولى، إنه الناس دول معرفوش يحصل بينهم اتاتشمنت او ارتباط نفسي عاطفي بالاب اذا كانوا بنات او بالام اذا كانوا اولاد. يعني الولاد الصبيان محتاجين زي ما بيقولوا يتجوزوا امهم في السن الصغير ده، بيبقوا قريبين جدا ويحسوا ان امهم دي قريبة منهم ومرتبطة بيهم جدا عاطفيا ونفسيا. البنت تبقى محتاجة لأبوها جدا في السن الصغير، أنا بتكلم سن صغير يعني من سن يوم لسن 12 سنة. بعد سن 12 العملية ترجع تبقى طبيعية، البنات مع الأم والولاد والصبيان مع الأب، لكن في السن الصغير البنت محتاجة زي ما تقولوا تتجوز أبوها زواج نفسي يعني، والولاد يتجوزوا أمهم زواج نفسي عاطفي ارتباط. لما ما بيكونش الارتباط ده موجود في الطفولة الأولى أو ما بيكونش قوي جدا، العيال بيتأثروا نفسيا من جوه، ودي حاجة بتأثر بعد كده في الجندر ايدنتيتي بتاعتهم أو الهوية الجنسية بتاعتهم. السبب التاني الكبير أحبائي هو إهمال الأطفال، child neglect. يعني ايه؟ يعني العيال دول احيانا بنسلمهم لحد تاني مش هو اللي مش بغير الاب والام، بالذات الام في السنين الاولى من طفولتهم بيتاثروا جدا الاطفال لو مش ماما هي اللي قريبه منهم هي اللي واخده بالها منهم. ده غير طبعا ان هم child neglect ده بيعرضهم لاصابات من اللي بره. يعني لو العيال دول هم واطفال صغيرين وعقلهم لسه بغو طري وشافوا مناظر تعرضوا لحاجات وهم اطفال، بتلاقيهم بتلخبطين ومش عارفين الناحيه الجنسيه بتتلخبط عندهم فبتاثر عليهم،
أو إحنا نهملناهم لدرجة إن في حد استغلهم استغلال معين، بالذات استغلال جنسي، أو العيال كان في معاهم أصحابهم أكبر منهم في السن، هم لسه أطفال، لكن بيحصل إن بيبقى طفل مثلاً عنده 5 6 سنين وتلاقي في عيل أكبر منه ب3 4 سنين عنده خبرات معينة من ناحية الجنسية يعلمها للأطفال الصغيرين، وتكون نتيجة أن الطفل الصغير ده يتأثر ويتعب ويتشكل بطريقة بعد كده تقوده إلى الشذوذ. فالتشايلد نيجلكت حاجة مهمة جدا، أن الأطفال دول عهدة في رقبتنا، لازم يبقى عارفين هم مع مين ومين اللي بيشرف عليهم، وإحنا الأب والأم إحنا اللي بنقوم بالمهمة دي، وخاصة في سنين الطفولة الأولى لغاية على الأقل 5 6 سنين. السبب الثالث، وده سبب كبير جدا وشائع جدا، إن العيال دول وهم صغيرين اتعرضوا لنوع من الإيذاء أو الأذية أو الاستغلال، سواء الأذية البدنية الضرب الشديد والعنف معاهم في الطفولة. يعني احنا مثلا اشوف ان الاب العنيف جدا مع بنته مثلا، تلاقي بعد كده البنت كبرت وتيجي تقول لي انا مش قادره اتجوز، انا بميل للبنات مش للولاد. ندور على القصه دي نلاقي ان الاب ده كان بيتعامل مع بنته بعنف، وما كانش في اي موده ابويه او علاقه عاطفيه بينه وبين البنت، البنت كانت بتترعب منه وبتخاف منه، فقفلت نفسيتها من جوه، قفلت مع باباها، وبالتالي قفلت لكل الجنس بتاع باباها اللي هو جنس الولاد، وفتحت للبنات. ونفس الحكاية مع الولد اللي أمه كانت شديدة جدا عليه، قاسية عليه، هاملة، مش واخدة بالها منه كويس، مش حنينة عليه، بتأذيه جامد، كل دي حاجات مش كويس. الأذية الجنسية دي بقى موضوع لوحده، لأنه كتير قوي من الشواذ الجنسية دول اللي بقهم بالمنظر ده اتعرضوا لخبرات جنسية مبكرة نتيجة استغلال من ناس كبار. أحياناً استغلال الجنسي ده بيكون جوه البيت، كتير قوي يكون جوه البيت، الأب مع أولاده أو بناته أو حاجة زي كده، أو الأم مع كده بالشكل ده. لا ده بس الأكتر كمان العيال مع بعض، بص تلاقي الولد الكبير مع أخته الصغيرة، أو الكازنز بيجوا يزوروا بيستغلوا البنت الصغيرة، الخال والبتاع العيال الصغيرين قرايب جوه البيت، أو ناس بيخشوا ضيوف ويعتدوا على عيالنا وإحنا مش واخدين بالنا. أحياناً بنتوقع، أحياناً بنسيب الناس دول ييجوا وإحنا مش وعينينا غايبة عليهم، وتبص تلاقي ولد سن 12-14 سنة دخل على البنت الصغيرة اللي هي بتلعب وابتدى يتعامل معها جنسيا، والبنت طبعا نسيت، لكن التعامل الجنسي ده عمل إصابة في نفسية البنت، خلتها بعد كده قفلت مع جنس الأول. طبعا أنا عندي قصص كتير جدا وأمثلة كتير في الموضوع ده، فالكلام اللي بقولكم ده كلام من الواقع، خلوا بالكم حتى دي تدخل تحت مسؤولية الأب والأم، لأن إحنا لما نشوف حاجة زي كده حصلت بسببي أنا، إن أنا مهمل، بيبقى صعب علي أن أسامح نفسي وأنا أشوف ابني أو بنتي بيعانوا بعد كده في حياته. في حاجة كمان رابعة، الأيام دي كمان كترت قوي، اللي هي بيسموها البولينج. البولينج ده اللي هو استغلال الطفل أو استقواء القوي ضد الضعيف، يعني تلاقيه بيحصل كتير في المدرسة، في الكنيسة، في دورة المية، أحياناً بيحصل في مجتمعات أثناء حفلة أو حفلة عيد ميلاد أو حاجة زي كده، تلاقي واحد ابتدى يستغل العيال الصغيرين أو المراهقين، بالذات في السن ده اللي هو من 10-12-13 يبقى سن خطر، وابتدوا يعمل حاجات معاهم. أحياناً البولينج ده بيكون من الميديا، يعني العيال النهاردة أنا بعتبر كده البنت أو الولد اللي هم قاعدين في سن 4-5-6 سنين بيتفرجوا على حاجات على التليفون وعلى
التابلت ويشوفوا مناظر جنسية وحاجات لعب وحاجات زي كده. والنهاردة ما شاء الله يعني كل حاجة يقول لك التيك توك والسناب شات واليوتيوب وكل الحاجات دي فيها بلاوي سودة كبيرة جدا. الميديا دي العيال وهم صغيرين ما يشوفوا المناظر دي أو حتى يفتحوا بالصدفة التلفزيون ويتفرجوا على حاجة ما الأب والأم مثلا ما خدوش بالهم أن دي قنوات مفروض أنهم يمنعوها من الدخول، والعيال شافوها في سن صغيرة. شفنا حاجات كده كتير، تلاقي العيال دول ولد أو بنات بيتأثروا بينصابوا بيجيلهم إصابة، والإصابة دي ترجع لهم تاني لما يكبروا ويوصلوا سن البلوغ ويوصلوا يبقوا عندهم 18 و20 و25 سنة. الحاجات دي كلها أحبائي، كل الحاجات دي اللي أنا بتكلم عنها بمنتهى السرعة عشان الوقت، حاجات أساسية جدا. ركزوا قوي 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 في المنع، الوقاية خير من العلاج. الناس دول كلهم اتعرضوا لإصابات، والإصابات شيء ممكن نمنعه لو إحنا واخدين بالنا من ولادنا وبناتنا. اللي بيحصل لهم إيه العيال دول لما بيحصل لهم الإصابات دي؟ بيحصل لهم أول حاجة بيفقدوا الطهارة والعفة والعذراوية بتاعتهم. فكرة العفة الروحية الأساسية والطهر اللي هو بيقول لك بدون القداسة والطهارة لن يرى أحد الرب، العيال دول عقولهم بتتلوث ومخهم بيتلخبط ويبتدوا يخشوا في تجارب جنسية وحاجات مش كويسة بتأثر عليهم، خصوصا لما بيكبروا وبيخشوا في سن المراهقة وبعد كده في سن الشباب. حاجة تانية ان هما بينصابوا بنتيجة احاسيس ومشاعر بتجيلهم ان هما عيال وحشين، بيجيلهم خوف شديد جدا من اللي بيحصل ومن اللي بيعملوه، وبيجيلهم حالة اكتئاب شديدة جدا بسبب او قلق شديد بسبب الإحساس بالذنب والخجل الشديد نتيجة التعرض للحاجات دي. والقلق الشديد والذنب والخوف والحاجات دي تقود إلى ممكن في الآخر إلى الإدمان. العيال لقيهم بيضعفوا، لأن الإدمان هو إيه؟ إن العيال بيدوروا على حاجة تريحهم من الاكتئاب والقلق والذنب وشعور بالذنب والغضب والخوف والحاجات دي اللي عندهم. فكل واحد يدور على الأفيونة بتاعته، والأفيونة دي بقى ممكن تكون أي حاجة، ممكن تكون سجاير والفيبينج، ممكن تكون الجيمز، ممكن تكون البورنوغرافي، ممكن تكون الدراجز والمخدرات والألكول والحاجات دي كلها. كل دي وسائل الإنسان بيلجأ ليها عشان يخلص من مشاعر تعباه من جوه نتيجة خبرات وتعرض لخبرات مش كويسة. والإنسان ده خصوصا لو ملقاش مساعدة، محدش بيكلمه عن ربنا وربنا بيغفر وبيسامع في الحاجات دي، بيتعبوا بيتعبوا يخشوا في ديبريشن. ولما بيزيد بقى الديبريشن والاكتئاب بنسمع بقى عن حالات الانتحار بتزيد وسط ولادنا وبناتنا. فنخلي بالنا من الموضوع. حاجة الرابعة، النقطة الرابعة، اللخبطة. اللخبطة بقى النهاردة دي كبيرة قوي. فاكرين بقول لكم على الكيو بقى LGTB كيو بلس بلس يعني ما يستجد. الكيو دي اللي هي كويري، عيالنا كلهم يعني زي ما يمكن قال ابونا مينا هالي اشار الحكايه دي، انا بعتبر ان عيالنا كلهم في السن الصغير بيبقوا تحت بند الكيو. كل شويه كل اسبوع والتاني حد بيكلمنا احبائي يقول لي اب او ام او الاثنين مع بعض اكتشفنا ابني بيقعد على ما اعرفش ايه وبيتكلم على انه جاي وبيقول كذا، وبنتي بتقول انا لسبي انا بحب بنت تانية. سنهم كام العيال دول؟ اللي سن 11 واللي سن 12 و13 و14. اقول لهم يا جماعه العيال دول في السن ده ما بيكونوش عارفوا هم لسه ايه، لكن هم متلخبطين بسبب الميديا وبسبب الدوشه اللي حاصله في المدارس وفي التعليم والتربيه الجنسيه اللي حاول المدارس تقدمها لهم الى اخره الى اخره زي ما حكى لنا ابونا مينا. النهارده العيال دول المتلخبطين احنا لازم نساعدهم، لازم نقف معاهم، وحنتكلم على الموضوع ده شوي. خلوا بالكم بعد كده طبعا العيال لو دخلوا في دور التجريب الجنسي بيتعرضوا بقى للامراض الجنسيه والحمل الغير متوقع قبل الزواج خارج عن الزيجه، وما بيكبروا بقى تلاقي الجوازه فشلت الى اخره،
أو اتطلقوا، انحرافات، خيانات، والكلام ده كله طبعا بينعكس على البيت وعلى الكنيسة وعلى الأسرة وعلى العيال وكل بيعاني. عايزين نعلم نفسنا النهاردة، نعلم الأباء والأمهات، ونعلم الناس اللي حيبقوا أباء وأمهات. لازم أنا دايما أقول كده، قبل ما تخلفوا يا جماعة اقروا وتعلموا إزاي هتربوا عيالكم أنتوا الاثنين مع بعض، عشان تبقوا ريدي لما العيال دول يتولدوا. فعندنا احنا النهاردة خمس نقط هنتكلم عنهم. أول نقطة على الناحية الجنسية في المسيحية وفي الكتاب المقدس، نتكلم عليها بسرعة الحاجات دي. نمرة اثنين، ايه اللي مفروض أعرفه أنا كأب وكأم. نمرة ثلاثة، ازاي أعلم ولادي وأعلمهم ايه. نمرة أربعة، ازاي أحميهم. وآخر حاجة نمرة خمسة، ازاي لما اشوف مفاجآت اتعامل مع المفاجآت ومع المشاكل. فلو اول حاجة هنتكلم على الكتاب المقدس، بيشير الى ايه الكتاب المقدس من ناحية الجنسية. الكتاب المقدس احسن مرجع للتربية الجنسية. خلوا بالكم احنا للأسف معلش سامحوني اقول كده، حتى لما بنيجي حتة التربية الجنسية بنخاف، نتكسف، نترعب، وشنا يحمر، نقول لا دي مش شغلتي، نقول لا احنا نشوف حد تاني او نهرب. ليه يا احبائي؟ بالرغم من الكتاب المقدس بيتكلم عن الجنس بمنتهى القدسية ومنتهى الطهر. ولو تتصوروا هتشوفوا دلوقتي، وانا يعني انا نفسي قوي تسمعوا في محاضرة اتكلم فيها ابونا لوقا استفانوس في عن التربية الجنسية متسجلة، اسمعوها لأن هم عملوا منهج للتربية الجنسية في الكنيسة عندهم. اسمعوا وهو بيشرح الطهر والعفة والقداسة في سر الزيجة المقدس. لقيروا يعني مين اللي خلق في تكوين 1 و2، متى 19، كورنثوس الأولى 7، رسالة أفسس أصحاح 5. الكتاب المقدس لخص الناحية الجنسية بالتالي، قال لك إن الإنسان ربنا خلقه على صورته ومثاله، لما خلقه في جنسين، جنس المذكر والجنس المؤنث. الاثنين الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، هم صورة الله ومثاله. وصحيح في الأول قال إنه خلق الإنسان، والإنسان دي تفيد إنه ذكر، لا، لكن قال لك كده خلقهما ذكرا وأنثى على صورة الله ومثاله. اقروا في تكوين 1 و2، فدي حاجة مهمة جدا. يبقى ربنا اللي خلق الجنسين. الحاجة الثانية، لما ربنا خلق الجنس كل الحيوانات والطيور وحلق كلهم ذكر وأنثى، وبعدين بص لآدم وقال إيه؟ ليس جيداً أن يكون آدم إيه؟ وحده. يعني مش حلو إن آدم ما يتجوزش، مش حلو إن آدم يعيش حياته كلها وحده، ما ينفعش، لازم أخلق له حد نظيره كده، شبهه، زيه، نفس الجنس بتاعه. وخلق له حواء الجنس الثاني اللي هو الفيميل اللي هو الأنثى. ولما شافها آدم، شاف حواء بعد ما صاحي من النوم وعمل له ربنا العملية اللي خد بيها الضلع من جنبه، قال إيه آدم؟ قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، يعني حتى مني. يعني ما لازم الاثنين دول يرجعوا يتحدوا ويبقوا جسد واحد. وعلى طول بعد ما قال كده آدم اتكتب كده في سفر التكوين، قال لك من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الله، الآية دي قروها كتير، ودي جت في تكوين 2 وجت قبل السقوط، عشان في ناس أصلها بتتساءل، هو يا ترى آدم وحواء وهم في الجنة كانوا بيمارسوا الجنس مع بعض؟ قال لكم طب هو معنى إيه لما هو آدم بيقول يترك الرجل وأباه وأمه، ولا ربنا بيقول كده
ويلتصق بامراض ويكون الاثنان جسدا واحدا. والناس اللي بيشكوا دول مش واخدين بالهم ان في متى 19 السيد المسيح عاد نفس الايه كررها تاني. لا ده مش بس كررها، ده زود عليها حته مهمه جدا. يعني هو بعد ما قال اما قراتم من البدء انه خلقهما ذكرا وانثى وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. لغايه هنا الحته دي المسيح بيكرر تكوين اثنين، لكن هو زود عليها في متى 19، راح زود قال ايه؟ اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه انسان. يعني ايه؟ يعني المسيح بيؤكد ان الاثنين بقوا جسد واحد، وحته الجسد الواحد دي في الاتصال الجنسي اللي بيوحد بين جسد الرجل وجسد المراه، واللي بيجمعهم في الجسد الواحد ده هو الله. وقال لك كده اللي بيجمعوا ربنا ده ما يفرقوش انسان، ما فيش طلاق، يفضلوا كده مع بعض طول العمر وجسد واحد. ده كلام ربنا. يبقى النهارده احنا ليه نظرتنا للجنس وللزواج احيانا والعلاقه الجسديه فيها نظره نجاسه، نظره غير مسيحيه، لان احنا متاثرين بالنظرات الغير مسيحيه اللي عشنا فيها قبل كده. لا ده حاجه في ده بيقول لك ده صوره الله ومثاله. لما تسمعوا كمان الكلمه بتاعت ابونا لوقا استفانوس يقول لك ان دي بتعكس صوره الثالوث، تثليث وتوحيد. الثالوث اللي هو الاب والابن والروح القدس يجمعهم الحب، لان هو الله حب، الله محبه، ويبقوا الثلاثه ثلاث اقانيم اله واحد. واحنا هنا نشوف نفس الحكايه في فراش الزوجيه، الاثنين اللي بيحبوا بعض ويتحدوا ببعض ويصير جسد واحد وليس بعد اثنين، واللي بيجمعهم وقاعد بيسقف لهم ومبسوط ان هم هابي وفرحانين ببعض ومستمتعين ببعض، هو الله نفسه بيبارك هذا الزواج. وعشان كده احبائي احنا لما بنيجي نتجوز بنروح الكنيسه وبنقول للعيالنا احنا بنتجوز في الكنيسه ليه؟ عشان اللي يبارك الزيجه دي هو الروح القدس، اللي هيجمعنا في الجسد الواحد هو الروح القدس، ويربط بينا رباط ابدي ما يفرقوش اي انسان ولا الزمان ولا المكان. ليس جيد ان يكون ادم وحده، الزواج مقدس. طب وايه اللي بيحصل بعد كده؟ في ناس ما بيتجوزوش اللي هم، بس احنا مش بنقول عليهم عزاب، احنا الكنيسه ما بتعترفش عندنا بالعزوبيه اللي هي السنجل هود، بنقول اللي ما اتجوزش بيفضل متجوز الكنيسه والله، بيبقى متحد بالجسد المسيح اللي هو الكنيسه، وربطته اساسيا بجسد المسيح للكنيسه لغايه ما ربنا نفسه يريد اذا كان هو هيتجوز ولا ما يتجوزش. لو ربنا لم يرد اراده الله، لان الزواج زي ما سمعنا في كورنثوس الاولى 7 الزواج والبتوليه هي دعوه من الله وليس اختيار البشر. ربنا بيدعي كل واحد حسب ما يريد. عشان كده الناس دول اللي ربنا دعاهم للبتوليه بيتساموا سبليميشن، يتساموا بالغريزه الجنسيه، بيحولوها الى طاقه حب لربنا وللكنيسه، وبيعيشوا حياتهم مكرسين في العالم او في الدير او في الرهبنه او في البتوليه، لكن حياتهم مقدسه ومكرسه لربنا. ثمر الحب طبعا ده الحب في الزواج، اللي هو بعد ما بنسيب ونترك ونتجوز وننسى اهالينا ونتحد في ثمر اللي هي ربنا بيدينا اكثروا واثمروا واملأوا الارض، هي الاطفال اللي ربنا بيديهم لنا. مين اللي بيجمعه؟ والله. وبيجمعنا ازاي؟ بيجمعنا في الجسد الواحد عن طريق العلاقه الجنسيه. مش كده مهم قوي النهارده عشان نحارب البدعة اللي موجودة في العالم والكلام اللي عيالنا النهاردة بيأثروا فيه؟ لازم نقول لهم ونكلمهم عن الحاجة الصح، الحاجة المظبوطة اللي في الكتاب المقدس. نقرأ الأعداد اللي بقول لكم عليها في الريفرنس دي. وفي نفس الوقت الإنجيل بيقول لنا حاجات حلوة. بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا
كل شيء طاهر للطاهرين. الشخص اللي بيشوف الجسد طاهر، الجسد ده طاهر. اللي بيشوف الجسد ده فيه نجاسة يبقى الجسد نجس. عشان كده احنا ما عندناش حاجة اسمها التطهير والإفرازات الجسدية بتنجس الإنسان، ومحتاج نستحمى ونتطهر ونعمل ونسوي. كل دي حاجات عهد قديم خلصت في المسيح. احنا كل شيء طاهر للطاهرين، كل شيء تقدس. لأن إزاي يبقى الجسد بتاعي اللي أصبح هيكل للروح القدس يبقى فيه نجاسة، أو فيه حاجة الإفرازات بتاعته أو العلاقات الطبيعية دي يبقى فيها نجاسة من أي نوع؟ مش ممكن. فهنا حتى لو نقرأ يعني كل شيء طارد الطاهرين، دي جات في رسالة تيتوس 1:15، لكن لما تقرأ في عبرانيين 13:4 يقول لك ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، undefiled يعني غير نجس، طاهر. كلمة المضجع دي في اللغة الأصلية معناها العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. اللغة الأساسية اليونانية اللي اتكتبت بها الرسالة أو العبرانية هي معناها كويتوس، اللي هو العلاقة الجنسية أو الاتصال الجنسي. المضجع غير نجس، علاقة نفسها طاهرة ومقدسة. طيب تعالوا بقى نشوف أساسيات التربية الجنسية بقى بناء على الكتاب المقدس. وبرضو حطيت لكم هنا references من الكتاب المقدس، برضو تكوين 1 و2، متى 5 ومتى 19. 5 لأن فيها الطهارة اللي هي إيه، كل من ينظر يشتهي يبقى زنا، دي حاجة ضد الطهارة، لازم يبقى الإنسان يحفظ نفسه من الخطية ومن الدنس. وبعدين إنجيل يوحنا أصحاح 2، إيه اللي في أصحاح 2 إنجيل يوحنا؟ أول معجزة عملها السيد المسيح. والمسيح النهاردة عشان عمل معجزة ما راحش يقوم ميت، كان ممكن يبتدي إن هو يقوم ميت، لكن هو أظهر مجده لتلاميذه لما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وهو قاصد إنه يقدس الزواج ويقدس هذا العرس عشان يقدس كل زواج بين اتنين بيتجوزوا في الحب، ويقول لهم أنا ببارك الأسرة اللي انتوا ابتديتوها دي، لأن دي الكنيسة بتاعتي اللي على الأرض، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، والعيال اللي ربنا حيدهم لهم. وبرضو هترجعوا تاني لكورنثوس الأولى أصحاح 6، أصحاح 7، أصحاح أفتكر 11، أصحاح 10، متأسف. فيها أعداد كثيرة هنا تشير زي إيه مثلاً، هتشوف في اللي جاي دلوقتي. أول نقطة إن ربنا هو اللي بيحدد الجنس، ما حدش فينا بيحدد الجنس. ربنا بيدي الإنسان ولد أو بيدي له بنت، فهو ربنا اللي بيحدد الجنس مش أنا. ربنا مش شال من الإنسان القدرة على تحديد الجنس. أنا عارف في محاولات علمية عشان يلعبوا في الحكاية دي، والناس اللي بيلعبوا في الحاجات دي بيلعبوا بالنار. أنا آسف أقول لكم كده، اللي بيحاولوا يلعبوا بالموضوع اختيار جنس الطفل دول بيلعبوا بالنار، ودي حاجة مش كويسة. لابد أن أنا أخضع لحكم الله في اختيار الجنس. أحياناً نقول طب ما أنا امبارح سمعت، يعني كنت بقرأ قصة عن أسرة ربنا أداهم 7 بنات، وأحيانا للعكس يحصل، تلاقي الأسرة كلها وتعملين يجيبوا عشان منتظرين ربنا يديهم ولد لكن كله بنات، أو يجيب لهم بنت وكلهم كلهم ولاد، لكن في الآخر يطلعوا كلهم بركة برضو. نمرة 2 إنه ربنا خلق جنسين اتنين، ذكر وأنثى. نمرة 3 إن جسدي ده وصف الكتاب المقدس قال إنه هيكل للروح القدس، زي الهيكل بتاع الكنيسة. الهيكل بتاع الكنيسة مقدس، محدش فينا بيخش الهيكل بالجزمة، والواحد لازم ينحني أو يسجد قبل ما بيخش الهيكل، ولازم اللي يخش الهيكل لازم يكون لابس لبس خاص بلبس الهيكل. شوفوا الاحترام ازاي، احترام الهيكل لأنه مكان مقدس يسكن فيها الله الروح القدس، ده الجسد بتاعي. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لا تأخذوا أعضاء المسيح وتجعلوها أعضاء زنا.
او اعضاء زانيه، لان ما التصق بزانيه فهو اي جسد واحد. وبعدين داخل الهيكل ده في مسبح، والمسبح اللي جوه الهيكل بيتقدس لانه الموضوع عليه مصدر الحياه، جسد ودم المسيح. وبالنسبه لجسد الانسان مصدر الحياه فيه هو المسبح اللي هو بيشير الى الاعضاء الجنسيه التي يقدسها الله وتصير مصدر الحياه. على فكره كورنثوس الاولى 6 و7 و12 اللي مش باين عليه على عندكم 12، لان هو بيتكلم في كورنثوس الاولى 12 عن الاعضاء اللي احنا بنشوفها قبيحه في اجسادنا اعطاها الله جمالا افضل. وعشان كده لما بيسالوا الولاد والبنات احنا ليه بنغطي نفسنا، ليه بنحتشم، لان دي اعضاء مقدسه، ليه احنا ما بنخليش حد يلمس جسمنا، لان الجسد ده هيكل مقدس، الاعضاء دي اعضاء مقدسه. انا ما اقدرش اخش الهيكل واخد اكل والسندوتشات واخد على المائده المقدسه والمسبح وافضل اكل، لا، دي اعضاء مقدسه يعني مكرسه لعمل مقدس وهو الحياه. عشان كده لازم نعلم ولادنا من هم وصغيرين احترام الجنس واحترام الاعضاء الجنسيه. والموضوع يبدا زي ما هنشوف دلوقتي في نظره الاب والام الى الجنس والى الاعضاء الجنسيه هم بيتعاملوا مع اطفالهم. وبعد كده الطاقه الجنسيه اللي ربنا ادهاني دي طاقه حب، هتطلع لما احب واعيش مع شريك حياتي. الجنس مش الهدف منه المتعه، لكن الهدف منه الحب. ولما اكون متجوز وبستمتع بالعلاقه الجسديه او الجنسيه مع شريك حياتي باشعر بمتعه جميله جدا ربنا بيقدسها وبيبارك، حاجه جميله جدا ربنا اللي خلقها فيا عشان اتمتع بيها لمجد الله. يبقى هنا الحب الجنسي ده موجه لشريك الحياه فقط وليس لانسان اخر. عشان كده مهم جدا بقى بعد كده سيلف كنترول. انا لسه صغير لسه ما اتجوزتش، دي الصعوبه بقى والشطاره بتاعت الاب والام اللي بيتعاملوا مع عيالهم وهم صغيرين عشان يساعدوهم ازاي يحافظوا على الطاقه دي ويوجهوها ويحطوا حدود عشان في الاخر يطلعوا كسبانين. كل ما احنا حافظنا على الطاقه دي واحنا صغيرين وحرصنا عليها يبقى كاننا بنحوش تحويشه كبيره جدا في البنك بتاعنا هتنفعنا بعد كده لما نتجوز ونجيب عيال. كل ما صرفنا منها وبحترناها واصرفنا فيها كل ما احنا هنعاني بعد كده وهنفلس بسرعه. عشان كده سيلف كنترول والضبط النفس والحدود اللي بنحطها لحياتنا مهمة جدا. دي أساسيات التربية الجنسية عموما لكل سن. طيب نمرة اتنين بقى، نخش بقى نمرة اتنين، خلصنا الجزء الأول. الأب والأم المفروض نعرف إيه؟ إيه اللي المفروض نعرفه أحبائي؟ معلش يمكن أتأخر شوية، سامحوني، يمكن إحنا ابتدينا برضو متأخر شوية. أول حاجة لازم أعرفها ويتكلم فيها أبونا مينا بتفصيل جميل جدا لما اتكلم عن إريك إريكسون ومراحل النمو وقال لك كل مرحلة تختلف. مهم جدا الأب والأم يبقوا عارفين ودارسين مراحل، المرحلة اللي فيها بيمر بيها ابني أو بنتي في السن ده، سواء المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإنفانسي اللي هي المهد، أو التودلر اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة اللي بيحبوا فيها ويتعلموا المشي والكلام ده كله، أو مرحلة الطفولة بعد كده وبعدين مرحلة المراهقة إلى آخره. لازم نبقى عارفين الكلام ده. وبعدين حاجة التانية اللي احنا لازم نبقى داريين بيها، ابني وبنتي دول بيتعرضوا ليه؟ إيه هما الخبرات اللي عندهم؟ اوعى تفتكروا إن العيال دول ما بيفهموش حاجة. سوري. العيال دول زي ما دايما يمكن سمعتوني بقول لكم قبل كده، ربنا بيديهم 10 حواس بيتولدوا بيهم.
احنا عندنا خمسه بس، ما الخمسه التانيين دول جم منين؟ الخمسه التانيين دول بيتولدوا ايه واحنا يمكن ما نعرفهمش لان احنا مش حاسين بيها. العيال عندهم حساسيه شديده يفهموا بيها حاجات كثيره جدا من غير ما نعرف. يعني يقدروا يعرفوا اذا كان بابا وماما دول بيحبوا بعض ولا لا، يقدروا يعرفوا اذا كانت ماما دي عندها اكتئاب ولا مبسوطه في حياتها، يقدروا يعرفوا اذا كان بابا ده مركز مع ماما ولا مش مركز، يحسوا بحاجات كتيره جدا. هتقولوا ازاي؟ اقول لكم هي كده. والدليل على كده ان العيال دول لما بنيجي نقعد معهم، انا قعدت مع اطفال اتكلمت سن 4 5 6 سنين، اطفال صغيرين جدا، ويعني بيحصل لي نوع من الصدمه لما احس او افهم ان عيالي دول العيال الصغيرين دول فاهمين كل حاجه بتحصل في البيت وحاسين بيها. مش عايز اضيع وقتهم في القصص دي تاني، لكن اقول لكم العيال دول بيتعرضوا لاربع انواع من المؤثرات. النوع الاول الميديا. النهارده العيال بيمسكوا التليفونات في سن صغير جدا. انا بشوف عيال بيلعبوا بالتابلت وبالتليفون السمارت فون ده سنهم شهور. دي يعني تفتكروا الحاجات اللي بيلعبوا بيها حتى لو كانت فيها جيمز ولعب وحاجات بيتاثروا؟ طبعا بيتاثروا. طبعا لو في حاجه بقى وحشه او حاجه غلط او حاجه كبيره عليهم على سنهم ده هتبقى بقى تروما، بقى هتخش في اصابه. البيرز الاصحاب الاصدقاء، ما بيروحوا الحضانه ما بيروحوا المدرسه، الحاجات دي كلها العيال دول بيقولوا لهم بيعملوا فيهم ايه. وبعدين نفس المدارس والكنيسه ومدارس الاحد، الحاجات اللي بيتعلموها في المناهج والحاجات دي كلها. وبعدين رابع حاجه خبراتهم الشخصيه. العيال دول ممكن يكونوا جربوا حاجه، حد جرب معاهم حاجه، ما نعرفش. لكن انا هقول لكم ما فيش حد فينا وهو صغير ما عندوش اي نوع من الخبره خالص. لا طبعا ضروري كلنا مرينا بخبرات ويمكن نقول نسيناها، جايز نسيناها، لكن بيحصل فيه مواقف ونرجع نفتكر الحاجات دي تاني. وبعدين ثالث حاجة بتأثر على عيالنا بقى، دي حاجة لازم تعرفوها، أي ريبورتات تيجي لكم من أي حاجة، مدرسة كلمتكم، ها يجي الأب ده اللي جاء لي كلمني قال لي أنا ابني 10 سنين والمدرسة كلموني قالوا لي ابنك بيعاكس البنات وبيعمل في البنات كذا 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 أو اكتشفنا إن بنتك بتعمل حاجات حركات وحاجات، أو ابنك ده عنده شذوذ جنسي وبتاع بيعمل حاجات جنسية مع الولاد. طب الحاجات دي ناخدها سيريس. لازم لما يجي ولادنا يحكوا لنا قصة في البيت لازم ناخدها سيريس. لازم نفهم ونقعد نسمع معاهم، هنتكلم على الحتة دي. كل الحاجات دي مهمة قوي تبقوا عارفينها وأنتوا بتتعاملوا مع عيالكم. وبعدين أنتوا بتشوفوا عيالكم بيطلعوا الخبرات دي إزاي؟ طلعوها إزاي؟ أول حاجة العيال بيتعلموها هم أطفال صغيرين بيلمسوا نفسهم اللي هي العادة السرية. بيلاقوا إن دي عملية بتديهم متعة، ودي حاجة طبيعية. أطفال وهم أطفال صغيرين جدا كلهم يستكشفوا أعضائهم الجنسية وبيلاقوها، وأحسن حاجة نعملها ما تتكلموش معاهم، بص الناحية التانية، تجاهل. بيعملوها شوية وبعد كده كل ما تجاهلت الحاجات دي في الطفولة الأولى العيال دول بيسيبوا الحاجات دي. سنهم 2 3 5 6 7 سيبوها. احيانا العيال بيعملوا الحاجات دي عشان بيبقوا عصبيين، مش عارفين يناموا، في حاجه مضايقاهم، عندهم قلق، فالموضوع ده بيريحهم بيخليهم يناموا بعد كده. فاحنا مش هنتكلم على الموضوع نفس العاده السريه اللي بيعملوها دي عشان هنشوف اذا كان الموضوع ده وراه في قلق، في حاجه معينه تعباهم، لكن ما نتكلمش عنها معاهم. عشان كل ما هنتكلم عن الحاجة معهم الموضوع بيثبت، لكن كل ما تجاهلنا المواضيع دي بتروح. أغلب العيال بيسيبوها وبعد كده يمكن يرجعوا لها تاني في سن المراهقة، برضو ممكن تكون حاجة طبيعية. لكن الحاجات اللي بتخوفنا أكتر بقى الحاجات التانية بقى، لما العيال بقى بيبقى عندهم شغف أو فضول جنسي، عايزين يتفرجوا يشوفوا حاجات، يتفرجوا على صور، يتجسسوا على الناس اللي بتاعي اللي بيقلعوا هدومهم، اللي بيشوفوا حاجات بقى الفويريزم دي، ومعاها مثلا يبتدوا بقى يخشوا بقى المواقع السهله اللي هي البورن دلوقتي بقى، والمواقع الجنسيه بقت سهله جدا وببلاش ومتاحه وبيكتشفوها في سن مبكر. احنا انا حكيت لكم يمكن على
الأطفال خمسة وست سنين، واحدة بنت وواحد ولد، وكما جم قعدوا معايا وكل واحد لوحده بيقول لي شفت الحاجات دي في اليوتيوب، شفت الحاجات دي على الكمبيوتر، دي بالصدفة، دي كذا. وفي منهم ناس انتوا عندكم بيرنتس مرات ممكن يكلموني يقول لي اكتشفت، دخلت البيت لقيت ابني عنده ست سنين قاعد بيتفرج على حاجات كده، اكتشفها ازاي؟ مش بنعرف. لكن العيال بيتعرفوا على الحاجات دي في سن مبكر جدا، وبيقول لك متوسط سن الطفل اللي بيشوفوا حاجات جنسية دلوقتي نزل بقى سن 8 سنين بعد ما كان 12 و13 زمان. ودي طبعا حاجة مخيفة جدا ومزعجة، لأنه ممكن تؤدي بعد كده إلى نوع من الإدمان. ثالث حاجة برضو تخوف جدا، العيال يتلخبطوا بقى النهاردة، دي مشكلة كبيرة، موضوع إن هم متلخبطين هم أولاد ولا بنات. ولاد وبنات دي بقى إحنا أحيانا بنساهم فيها جدا، لأن الأم دي اللي هي عاجبها شكل ابنها، شكله جميل وخواجة وبتاع، وتطول شعره وتلبسه فستان وبتاع حاجة زي كده، ده ماما أنت بتلخبطي ابنك. البنت اللي هي تقول لك عايز ألبس بنطلون زي أخوها، تلبسها بنطلون وتلبسها معرفش إيه، وتبقى البنت متلخبطة. كل دي خلوا بالكم، ما تزودوش اللخبطة على أولادكم وبناتكم أكتر ما هم متلخبطين أوريدي. ركزوا على أولادكم وولادكم، تأكدوا ليهم إن هم أولاد أو بنات. أنت بنت يا حبيبتي، أنت بنوت، أنت جميلة، أنت شاعر. والولد نفس الحكاية، أنت راجل، أنت هتطلع زي بابا، أنتك أنت أنت. ما نلخبطهمش. لو هم جم متلخبطين بسبب حاجة تانية هنحاول نعالج. نمرة أربعة بقى، دي مشكلة كبيرة النهاردة، اللي هم العيال لما بيوصلوا لمرحلة الميدل سكول بيبتدوا يبعتوا لبعض صور وكلام جنسي ويتبادلوه بطريقة فظيعة جدا دلوقتي، المواقع اللي بيخشوا عليها واللغة بتاعتهم اللي هي اللغة الخاصة بتاعتهم اسمها ايه يا ربي، نسيت اسمها حتى دلوقتي، لغة معينة كده هم بيستعملوها وهم بيتكلموا مع بعض، شفرة زي شفرة كده، يبعتوا بيها كلام جنسي وصور جنسية ويصوروا نفسهم، بيت كومن جدا بالذات في الميدل سكول. الفلاشينج اللي هو العيال بقى لما هيبقى عايزين يعني يعرضوا نفسهم لبعض ويكشفوا عن جسمهم وفي الصور او في التواليتات او الحاجات دي، كل دي حاجات برضو تخوف تخض، لازم ناخد بالنا لان ممكن يكون وراها تروما. وبعدين لو هم ابتدوا بقى يمارسوا حاجات بقى، يبوسوا بعض ويلمسوا على بعض، الميكينج اوت دي شغلانه، لانه بعد كده العيال دول الاصابات بتاعتهم ممكن تقودهم الى انحرافات كبيره جدا، اللي احنا بنسميها البريماريتال ريليشن شيبس، قبل ما يتجوزوا يخشوا في علاقات وانحرافات جنسيه ويناموا مع بعض بقى، يعني ينقلوا من واحد للتاني. كل دي حاجات يا احبائي احنا بنشوفها النهارده وبنتعامل معها في مشاكلنا في الكنائس مع أولادنا وبناتنا في بعض الأحيان. لكن الوقاية خير من العلاج. نعلم نفسنا خصوصا لما عيالنا يكون صغيرين أو لسه ما خلفتش، ابتدوا علموا نفسكم يا أحبائي. إيه اللي احنا محتاجين نعلمه ناخد بالنا منه وإحنا بنعلم أولادنا وبناتنا الصغيرين؟ أول حاجة نحط في بالنا عيالنا عارفين إيه زي ما اتفقنا. تاني حاجة مهمة جدا جدا في التربية الجنسية، ويمكن تيجي نمرة واحد، إن إحنا قدوة قدام أولادنا وبنات. دي صدقوني دي أحسن حاجة تساعدوا بيها أولادكم. العيال اللي تربوا في بيت في بابا وماما، في حب بينهم، في سلام، في فرح جوه البيت، في تسبيح، في روحانية، في صلاة، في عبادة، في كنيسة، في خوف ربنا، في وصية، في طهارة، في كل الحاجات دي، ثمار الروح القدس. العيال دول الحاجات دي بتنطبع في ذهنهم وبتخليهم يكرهوا الخطية حتى ولو تعبوا في مرحلة من المراحل. هيرجعوا تاني لو تعبوا في مرحلة المراهقة، صدقوني هيرجعوا تاني وهيبقوا حلوين وزي الفل، ما تقلقوش. بس ركزوا على ان انتوا تكونوا قدوة، رول مودلز قدام ولادكم وبناتكم. ثالث حاجة، إن إحنا لما نعلم ولادنا ما
ما نقعدش نتكلم على الحاجة النيجاتيف. في حاجة اسمها active teaching اللي هو نعلم الحاجة الصح، ما نقولوش ايه الغلط. بلاش تتكلموا على الغلط كتير، الله يخليكم. احنا شاطرين نقعد نقول للعيالنا ده غلط وده غلط وده غلط، لكن لما نقول لهم اعمل الحاجة الصح، حبيبي انت جسمك ده بتاعك انت ومحدش هيقرب منه. لو قلت له اوعى تخلي حد يقرب من جسمك، هيستغرب يقول لي هو ماما ليه بتخوفني كده. لكن لما نقول له لا ده جسمك ده زي كذا وزي كذا محدش يلمسك، شوف. واحنا بنتعامل حتى جوه البيت ده، انا احيانا اقول للاباء والامهات يا جماعه ما تهزروش بالايد كتير مع اولادكم وبناتكم، ما تضربوهمش في حتت حساسه بتضايقهم. عيالكم بيتضايقوا من الحاجات دي وبيكسفوا يقولوا لكم، بيخافوا ييجوا يشتكوا لنا احنا. بابا يضربني على حته حساسه وانا بنت وانا بتكسف ومش عايز، مش عارف اقول له ايه، حرام كده. خلوا بالكم، تعلموهم تعليم مباشر في الحاجه الصح، ولما يسالوا تجاوبوا الحاجه الصح، ودايما تدوهم هوب، تدوهم امل ورجاء ان احنا هنعمل الحاجه الصح. انتوا ولاد كويسين، انتوا ولاد ربنا، احنا واثقين فيكم، احنا بنحبكم، انتوا حبايبي، انتوا وهكذا. كلام تشجيع، تشجيع مهم جدا. وخلوا بالكم وانتوا بتتكلموا مع عيالكم، احيانا احنا المخاوف بتاعتنا والرعب اللي عندنا، الرعب اللي عندنا بيخلينا نعدي خط احمر، وبنعلم او نتكلم مع اولادنا في حاجات هم مش فاهمينها او هم مش على بالهم. فخلوا بالكم تبقوا تدوا، بندي المعلومات على قد السن وعلى قد الاحتياج وعلى قد المعلومات اللي عندنا عن اولادنا، عشان ممكن يكونوا لسه اطفال ابرياء ما تعرضوش للحاجات اللي احنا فاكرين تعرض. يعني مش كلهم، لكن انا بقول الكلام ده مش كلهم، لان في نسبه لسه منهم بيكونوا لسه ما تعرضوش حاجات دي، مش عايزين نعسرهم. لكن في نفس الوقت الاساسيات في التربيه الايجابيه البوزيتيف الاكتيف تيتشنج حاجه اساسيه جدا ومهمه جدا. في نقطه مهمه جدا بقى انا اتكلمت فيها قبل كده بس مش حاسه ان اكلمكم فيها. احيانا كتير قوي بنقع في غلطتين واحنا بنتعامل ولاد مع اولادنا في الحاجات دي. اول غلطه ان انا بتجاهل مشاعره. يعني ايه بتجاهل مشاعره؟ انا ما اقصدش اني اتجاهل مشاعر ابني او بنتي، ما حدش فينا يقصد، لكن لما باجي اتعامل مع اولادي وبناتي مش حاطط في بالي هم حاسين بايه، ما حطيتش نفسي في مكانهم في سنهم، وبسمع الكلام من بابا او من ماما ويستقبلوا الكلام ده ازاي، مشاعرهم ايه، عشان انا لازم ابقى حساس لمشاعرهم. الحاجة التانية ان احنا احيانا بنتكلم معاهم بنقول ايه، كلام بالعقل. اقول لكم يعني ايه بالعقل. العقل ده اصله بتاعي وبتاعك وبتاعنا، احنا كلنا كبار عندنا العقل ده. لكن لما نيجي نتكلم مع 7-8 سنين 10 سنين 15 سنة، العقل لسه الكومن سنس اللي بنتكلم بيه ده لسه ما تواجدش، لسه ما نماش، لسه ما نضجش. فالنهاردة احنا بنتكلم مع عيالنا اكتر بالمشاعر، لانه هو لو احنا ما اتكلمناش بالمشاعر مش هيفهمونا. يعني النهاردة الاب والام اللي جايين يقولوا لي مثلا بنتي راجعة مدرسة متلخبطة وبتقول يا ماما انا عايز اجيب لبس بويز وعايز البس دي، كام البنت دي 12-13 سنة، انا عايز البس بتاع زي اخويا وعايز البس البنطلون، ولا انا اصل انا حاسه كده ان انا ولد. ونقعد بقى نشرح لها بالكومن سنس، انت مش ولد، ده انت بنت، ده انت كذا، ده انت كذا، ولا هتفهم. ليه؟ لانك انتوا بتتكلموا بالعقل اللي مش موجود، انت عايزين تتكلموا باللغه اللي هي بتفهمها. اللغه اللي هي فاهمها هي لغه المشاعر، هي خايفه، هي مضطربه، هي متلخبطه، هي قلقانة جدا على نفسها، هي حزينة على حالها، وهكذا. هي حاسة بذنب، حاسة انها بنت مش كويسة، وهكذا. يبقى النهاردة انا بتكلم معاهم اتعامل من غير ما اتجاهل مشاعرهم، اتعامل بالمشاعر دي
عشان كده مهم قوي لكل اب وام يدربوا نفسهم تدريب مهم جدا اسمه spot the feeling address the feeling. يعني تبص في وش ابنك او بنتك تعرفوا هم شعرين بايه، خايفين، زعلانين، فرحانين، مبسوطين، قلقانين، مكتئبين، حزانه الى اخره. واول ما تحس بالشعور ده، يعني انا بنتي لما تيجي تقول لي انا كذا او ابني يقول لي، اقول له حبيبي انت شكلك خايف قوي كده، ما هو خايف، انت شكلك متلخبط قوي حبيبي. لكن احنا بقى اللي بنعمله للاسف وده غلط، لا يا حبيبي اوعى تعمل كده، انت هتعمل هتروح النار، لا ده العيال اللي الناس اللي بيقولوا كده ده ربنا غضب على سدوم وعموره وعمل وسوى ونقعد نوعظ. اقول لكم سوري يا جماعه انا اسف جدا، الكلام ده بيؤدي لعكس النتيجه، بيخلي العيال يتمسكوا اكثر ويشوفونا على ان احنا متعصبين وانتوا في هوموفوبيك وانتوا بتكرهوا الهوموسيكشوالز وانتوا باي باي. واللي احنا كنا عايزين نعمله حصل ضده بالكامل، خسرنا عيالنا دول. لكن بص الوش لابنك، بص الوش بنتك وقول له حبيبي انت شكلك متضايق، شكلك خايف، شكلك زعلانة، شكلك، هتقول طب الموضوع الاساسي اللي احنا متلخبطين عشانه ده ابني وبنتي دول هيروحوا في داهيه، ده هيضيعوا، ده بيتكلموا على اقول لكم يا جماعه ما هو ده العلاج. العلاج ان احنا نطمنهم، نقول لهم احنا فاهمينكم، احنا بنحبكم، الدنيا بخير، احنا عايزين اول حاجه هدي بس شويه، هدي شويه، نتفاهم، هنتفاهم. ركز على الفيلينج، ركز على الشعور، واتكلم معاه حبيبي انت شكلك تعبان، شكلك متضايق، انت شكلك خايف، شكلك زعلان، وهكذا. وبعد ما اتكلم على الشعور اخش بقى للمرحله الثانيه اللي هي اسمها ايه، طب انت رايك ايه. هو بيقول جايين يقولوا لي انا لسبيان، انا جاي، انا متلخبط، انا كذا. طب انت بتفكر في ايه حبيبي، احكي لي بمنتهى الهدوء، احكي لي حبيبتي انت عايزه ايه اللي بتفكري فيه. ما اقولهمش انتوا عايزين تعملوا ايه، فكر في ايه، رايك ايه، بلاش بتفكر في ايه، رايك ايه في الموضوع ده. انا عايز ابصيله الكوره عشان اخليه يفكر في المشاعر ويشغل حته العقل الكومن سنس دي اللي بقول لكم انها ما بتشتغلش. عايزين تشغلوها، هي كده تبتدي تدور على الشعور اللي عند العيال دول الفيلينج، وتقول له انت شكلك متضايق، شكلك مبسوطه وفرحانه وزعلانه، وبعدين اقول له طب ايه رايك، طب ايه رايك، ايه رايك في ده، ايه رايك في الحكايه دي، تحب عايز تعمل ايه، طب انت رايك ان دي حاجه مظبوطه ولا حاجه غلط، طب انت رايك ان دي حاجه طبيعيه ولا حاجه. انا ما بقولوش دي حاجه غلط، انا عايزه يفكر. وبعد شوية ممكن أقول له طب تعالى ندور نشوف اللي هو searching the facts بقى، تعالى ندور الموضوع ده إزاي نوصل لحاجة صح إحنا الاثنين. أنت عايزة تلبسي زي الولاد، وأنت عايز تلبس زي البنت يا حبيبي، أنت بتقول عن نفسك إنك أنت جاي، واللي هي بتقول طب تعالى نشوف ندور اللي ايه اللي بيحصل. الناس دول اللي بقوا جيز وليسبيانز دول ايه السبب، تفتكر كانوا ايه؟ تعال نفتح الـ 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 نعمل كده بحث، بروجكت يعني بحث، مشروع لايك زي ما بيقولوا ايه، هومورك، ناخد كده فكره عن الناس دول اللي مشوا ورا المشاعر بتاعتهم وكملوا فيها. اولا مشوا ليه ورا المشاعر، ولما كملوا فيها حصل لهم ايه، ونخلي العيال نفسهم يوصلوا للنتيجه دي. وعلى فكره الكلام ده انا بقوله لمدرسين مدارس الاحد، لسه كنت بدي محاضره عن الموضوع ده في كنيسه في كاليفورنيا عندنا، قلت لهم تعالوا مع العيال وتعملوا لهم بروجكت ليه. والكلام ده قالوا أشاروا إليه أبونا مينا في الكلمة بتاعت الشهر اللي فات. الناس دول ليه أكتر نسبة بيحصل فيهم انتحار؟ ليه أكتر نسبة بيحصل فيهم اكتئاب؟
ليه اكتر نسبه بيحصل فيهم ادمان ومخدرات والكحول وشرب؟ يعني الناس دول للاسف ده انا كنت مره رحت نزلت خدمت في كنيسه كنايس في اوروبا وابونا هناك حب يفسحني كان ليله راس السنه وقاعدين بنتفرج في ليله راس السنه على الكنايس اللي في وسط البلد فاتحه بتصلي ولسه اللي احنا بنمشي في الداون تاون لقينا بار قلت له يا ابونا الناس دول صوتهم عالي قوي قال لي تستغرب دول مين قال لي كل دول الجيز والليسبيانز قاعدين بيشربوا وبيسكروا ليله راس السنه ده وكل يوم بيعملوا الحكايه دي دول بيهربوا من ايه اللي بيشربوا وبيسكروا ليه هم كده ليه عايشين حياتهم في المواضيع دي وغرقانين واكتر نسبه اكتئاب وانتحار موجوده بينهم لان هم مش شبعانين ان هم عندهم فراغ عندهم تعب عندهم اكتئاب الخطيه واللي بيشرب من الميه دي بيعطش تاني زي ما احنا عارفين انجيل السامريه ده يوم الحد الجاي هنسمعه بكره ان شاء الله فعايز اقول لكم البحث ده مهم جدا ان عيالنا يعملوه ويدوروا فيه ونساعدهم ونجيب لهم مراجع نجيب لهم مراجع هم النهاردة المراجع اللي عندهم كلها من العالم حرية وربنا عايز أو أنا اتخلقت كده حتى من غير ما يجيبوا ربنا أنا اتولدت كده لا ده الجينات بتاعتي لا ده كذا لا ده كذا طب قولي ليه هم بيجي لهم اكتئاب ليه أكثر من غيرهم في مبرر طب تعال نشوف الناس متجوزين مجتمع الكنيسة عندنا مجتمع العيلة عندنا وهكذا فدي حاجة دي حاجة أساسية أهم حاجة بقى في العملية دي وانتوا بتعملوها في انصات listening وفي validation of feelings يعني لما العيل يقولك أنا قلقان يا بابا تقول له حبيبي أنا شايف إن أنت قلقان تعال اديني حضن البنت لما تقول لك يا ماما أنا خايفة تقول لها تعالي حبيبي احضنيني أنا بحبك أنت شكلك خايفة قوي تحسسوا أولادكم أن أنتوا فاهمين المشاعر اوعى تقولوا لهم لا ما ينفعش أنك تخاف ما ينفعش أنك تطبطبوا عليهم وتقولوا له حاسين أن أنتوا خايفين ده حقيقي لكن أنا معاكم وربنا معانا فإحنا مش هنخاف اللي هو الأشورنس يبقى listening وvalidation وأشورنس ربنا معانا مش هنخاف وبعدين الأكسبتنس إحنا بنقبلهم مهما قالوا لنا مهما كانت مشاكلهم مهما كانت خبراتهم حتى لو انحرفوا إحنا بنقبلهم وبنحبهم لأن ربنا بيقبل كل الناس ويفضل وأنا عايز أقول لكم وأطمنكم كتير قوي من الشباب اللي بيتكلموا معايا كتير منهم كتير مروا بالخبرات دي وفي منهم اللي عاشوا الحياة المنحرفة دي ومع المحبة والرعاية والخدمة والكنيسة والاعتراف والتوبة والتناول والحاجات دي كلها النهاردة هما زي الفل بهم خدام وخادمات مكرسين ومكرسات وفي منهم اللي كرسوا حياتهم لربنا بالكامل ما اتجوزوش صحيح لكن عايشين حياة طهارة وخدمة وتعافوا في يمكن فيهم ناس دخلوا الأديور فمهم جدا الموضوع ده أحبائي كلمتين بسرعة كده على educating my child سنة عشان نلخص الموضوع السنتين الأوليين المهمة قوي العيال يشوفوا فينا تعامل بالناحية الجنسية دي فيها طهر وفيها عفاف العيال ما يناموش في أوضة النوم العيال ما يناموش معنا في نفس السرير بتاع بابا وماما أوضة النوم تفضل مقفولة العيال اللي بيقلق منهم نروح ننام جنبه لغاية ما يخلص وينام وبعد كده نرجع ننام في أوضة النوم ونقفلها العيال نمنع عنهم التعرض لأي خبرات جنسية مش بس أول سنتين أول سنين طويلة جدا الثلاثة العشرة بالذات الميديا مهمة جدا يا أحبائي وبعدين البوندينج الاتاتشمنت اللي بسميه الارتباط بالجنس المختلف البنت مع باباها والولد مع مامته في السن ده 3 ل 10 أساسي جدا سن 10 ل 13 سن خطير لأن الخبرات الجنسية الأولى بتبقى شائعة جدا والعيال بيتعرضوا للبولينج كتير ومحتاجين لإرشاد وتعليم وكتب ومحاضرات في مدارس الأحد وتربية جنسية وحاجات بالشكل ده وبعد كده بقى السن المراهقة نتصاحب عليهم نفهمهم خلينا عاقلين معاهم ما نخشش في تحديات نستحملهم نبقى
نبقى صبورين معاهم، أصدقاء معاهم وهكذا. مهم جدا أحبائي ما تخلوش فيه عند أولادنا وبناتنا موضوع الجنس ده مرتبط بعقدة ذنب، عقدة خجل، أو بعقدة تثبيت اللي هي الفيكسيشن، عشان العقد الثلاثة دول بتتعبهم لما يكبروا وبتأثر عليهم في علاقاتهم الطبيعية لما يتجوزوا. عقدة الذنب، وعقدة الإخجال أو الخجل، وعقدة التثبيت. الأساسية دي مهمة جدا نتجنبها. نمرة اثنين، نطمن عيالنا عشان لما يرجعوا من المدرسة في يوم الأيام ويحكوا لنا عن حاجة وعندهم مشكلة يجوا يحكوها ما يخافوش. كتير قوي من مشاكل عيالنا اللي تعبوا بعد كده حصلت هم صغيرين وخافوا يحكوا لبابا وماما، لأن ما فيش ارتباط عاطفي بين العيال وبين الأب والأم، في حواجز بتمنحهم وتخليهم خايفين يتكلموا، يسببوا مشاكل لبابا وماما، يقلقوهم، بابا وماما يعاقبوهم، يزعقوا لهم، يحرموهم، كل الحاجات دي أساسيات جدا. نمرة أربعة بقى بسرعة جدا برضو، أحمي عيالي إزاي؟ أول حاجة نعلمهم الحدود. مهم جدا العيال هم أطفال صغيرين نعلمهم لكل شيء تحت السماء وقت، وفي حدود، في حاجات نقول عليها يس يس وحاجات نو نو، هم أطفال صغيرين تعلموها وتلزق في عقلهم مش هتتنسي خالص، وده يخليهم ما يبقوش أنانيين أو ضايعين في العالم، لأنه العالم اللي بلا حدود ده عالم ضياع. نمرة اثنين، فضيلة الحشمة والفضائل الصحية، النظافة والأكل الهيلسي والإكسرسايز والنوم، ويقعدوا مع بابا وماما والفيتامينات والحاجات اللي زي كده، اللعبة مع بعض، النشاط الأسري الجماعي، كل الحاجات دي حاجات حلوة قوي. وبعدين ندخل عنصر قانون البيت. قانون البيت بيقول إن عيالنا ما يباتوش عند حد بره البيت عشان نحميهم. أنا عارفش الناس دول حيب، لو حد عايز يجي يبيت عندنا وأهله مسلمين إحنا هناخد بالنا من عيالنا ومن عيال جيراننا أو أصحابنا. مثلا قانون البيت إن إحنا مش هنجيب تليفون فيه إنترنت غير في عيد ميلاد العيال لما يبقى عندهم 13 سنة، ويبقى تحت برضو رقابة مشتركة مع الأباء والأمهات وهكذا. وبعدين استعمال الميديا، الانترنت، بتفرجوا على ايه، الجيمز اللي بيشوفوها بيلعبوها، بيقعدوا كم ساعة، هيقعدوا قد ايه، كل شيء زي ما بنقول في وقت وهكذا. وبعدين لازم نقعد ناكل مع بعض، لازم نلعب مع بعض، لازم نخرج مع بعض، أنشطة العيلة أساسي جدا، ترابط العائلي عشان يخلي فيه كوميونيكيشن وتواصل دايما بين الأولاد والبنات والعائلات وبابا وماما باستمرار. وبعدين خلوا بالكم تحموا عيالكم، أي حد يأذي عيالكم لازم تدافعوا عنهم، تروحوا المدرسة وتتخانقوا وتقولوا عيالنا تحرضوا لكذا، تحموهم، دي مهمة جدا. وآخر حاجة، من بعيد تلاحظوا عيالنا دول متصاحبين على مين، عشان تبقى عارفين العيال دول مين اللي بيأثر عليهم. آخر حاجة بقى، لما العيال يجيبوا مشكلة، في مشكلة عرضوا لها العيال جايين بيت، الخضة الأولى دي هي دي مهمة جدا، بلاش تتخضوا يا جماعة، البانيك اللي بيحصل لكم ده بيخوف العيال ويقلهم على نفسهم، ما هم لما العيال يشوفونا مخضوضين بيتخضوا على نفسهم، بالعكس أطمنه وهدي الجو ونعمل سلام ونتكلم زي ما احنا قلنا، نتكلم عن المشاعر وبتفكر في ايه ورأيك ايه والكلام ده كله، ونسمع قبل ما نقعدش نسأل أسئلة ونشتغل مخبر وعايزين ندور يعني نشوف، لكن لو في حاجة غلط حصلت وعايزين نحمي عيالنا ممكن طبعا نسأل وناخد تفاصيل عشان نحمي عيالنا. وزي ما قلنا قبل كده، رأيك ايه، ومن غير ما نهددهم، من غير ما نخوفهم، وأفويد الفيكسيشن وأفويد الأدفايس جيفينج، النصيحة المباشرة ما بتجيبش نتيجة، لكن الاستنتاج اللي بيوصل لنفس نتيجة النصيحة هو الأساس جدا. وبعدين نأكد لهم تاني إن إحنا بنحبهم ومعاهم على طول، ونغير الموضوع، مش نفضل عايشين في الموضوع على طول عشان ما يحصلش تثبيت، ونشغلهم ونقول لهم تعالوا نشوف إيه، نبحث في المواضيع دي إيه الصح وإيه الغلط زي ما قلنا.
اخر حاجه هنتكلم فيها اذا كان الكنيسه ليها اي دور في الموضوع. طبعا الكنيسه بتقوم دور كبير، دور التعليم في الكنيسه ومدارس الاحد والمشوره الشخصيه، وطبعا في الكنيسه بتدي العيال حب ربنا والمغفره والتسامح والخلاص في المسيح، بتعلم عيالنا ضبط النفس والوعي بالنفس، السر التوبة والاعتراف اللي بيساعد ولادنا وبناتنا بالذات في السن الحرجة، مهم جدا جدا عيالنا يكونوا يوم أباء اعتراف كويسين بيقودوهم بيرشدوهم. وبعدين دايما ندي للعيال في رجاء، من يأسهمش، يوم العيال بيأسوا ويشوفوا ان ربنا ده رافضهم بيضيعوا، خلاص ربنا رفضني هروح امشي في سكة الخطية. وللأسف شفنا أمثلة مؤلمة جدا، العيال ضاعت مننا عشان اتقال لها الناس دول هيروحوا في النار، انت مش قادر تبطل خطيئة بقى ما فيش فايدة فيه. ده بالعكس احنا بنديله هوب، بنقول له الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، وان ربنا بقى حب الله ومغفرته وقبوله للإنسان الخاطئ لا يتوقف. لسه كنا بنتكلم على الابن الضال الحد اللي فات. واخر حاجة، كل شيء مستطاع عند الله. With God all things are possible. كل شيء مستطاع، ما فيش حاجة اسمها خطية أو مشكلة بدون حل عند ربنا. ده يعني أنا حاولت أقول لكم الكلام كله بسرعة عشان الوقت ضيق، وأشكركم جدا جدا. واللي عايز أي حاجة فينا الإيميل بتاعي سهل واي اللي هو اختصار يسري واللاست نيم armanius@hotmail.com. أشكركم جدا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. مرسي يا دكتور يسري، مرسي خالص خالص محبتك، حي فعلا يعني محاضرة يعني valuable جدا لي وكل الأسرة. وأنا لسه كنت وأنا بتكلم بكتب بعض الحاجات، وحي فعلا يعني ربنا وعدك كل خير ويبارك فيك ويبارك في الخير الميلة. أعتقد في بعض الأسئلة، دينا والأسك، في حد عنده أسئلة؟ Thank you so much, Dr. Yusri. Yani, that was so informative, very, very spiritual. Yani, من كل ناحية، مش بس information, medical, psychological, and spiritual, perfect. يعني طبعا better than يعني من مع بعض كلهم أحسن حاجة لينا. And ربنا يبارك خدمتك وربنا يخليك لينا. And ويخلي بالك من صحتك. God keep you for us for many years, Dr. Yusri. صلوات أبونا وصلوات حضرتك يا تسون. Thank you. I think there was a question before about a 6-year-old that was sent prior. بس about how they can, I think that's another talk. Maybe how to get our children to listen. That is another talk. How to get our children to listen, and how to get how do I deal with my 6-year-old from getting angry and throwing a tantrum? I think حضرتك قلتها very very common is to be positive. Tell them what it's supposed to be, not what they're not what they're doing wrong, but tell them what to do. Job description, I call it. Job description. But so we can talk about this another time. And if anyone wants to reach Dr. Yusri, again, the email. What was the email, Doctor? Y-Armanius, Y-A-R-M-A-N-I-O-S, @hotmail.com. @hotmail.com. أي أسئلة تانية or anyone else want to send any message to Dr. Armanius, we can also send it to him via text message. You can call you can ask Abuna Mark, or you can also text the number that was in the church email, 201-736-7311, كانت بالchurch email. And then we can ممكن نوصل الرسالة لدكتور يسري.